تقول أنا مقيم بمكة منذ 4 أشهر ولم آمن وتركت زوجتي وأولادي بدون مال. أما كفيلي فقال لي اصبر لا تعود إلى بلدك ربما تجد العمل. فهل أكون ظالما لزوجتي وأولادي الذين تركتهم في بلدي؟ لست ظالما أنت إن تريد العمل لك ولهم في الاكتساب ولم يتيسر لك انتظر حتى ييسر الله وأنت معذور في هذا إن شاء الله حتى ييسر الله لك العمل.